السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعي قناتنا الأعزاء، نعود إليكم بعد غياب طويل ونعتذر عن هذا الغياب، ونعود إليكم من جديد وبالجديد. فنظرا لبعض التعليقات وبعض الأسئلة التي طرحت من أعزائنا متابعي قناتنا، وجل هذه الأسئلة والتعليقات أجوبتها موجودة في الفيديوهات السابقة، ويبدو أن متابعينا لا يتابعون الفيديوهات بشكل جيد، مباشرة يطرحون السؤال دون تتبع الفيديو. على كل حال، اقترحنا من أننا سنعيد شرح التطبيق الرائع أوفلاين مابس بطريقة جديدة وبفكرة جديدة، وهي أننا سنتعرض بالشرح خصائصه ووظائفه بمقاطع فيديو قصيرة، على أن لا يتجاوز طول كل مقطع فيديو الدقيقتين، وسنحاول في كل مرة أن نتطرق إلى خاصية وشرح وظيفة من وظائف هذا التطبيق، كما نسعد بالاستماع إليكم وبانتظار تعليقاتكم. إذا كانت لديك إشكالية هذا التطبيق، قم بوضعها في تعليق وسنحاول الرد عليها إما كتابيا وإما بمقطع فيديو إذا كان يتطلب ذلك. لذلك أدعوك عزيزي المشاهد إلى تسجيل اشتراكك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس لكي تصلك هذه الفيديوهات وتصلك الإشعارات تباعا. فتابعنا وسجل إعجابك بهذه المقاطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.